كنوز الدراما. أصل الراديو، أصل الراديو. ست الحسن. ست الحسن تمثيلية مسلسلة من تأليف عبد القادر التلمساني وإخراج علي محمود. أنا فاطمة دادة ست الحسن، دي زي بنتي. إزاي ده يحصل؟ ده أنا عارفة العيلة من أساسها. هو عمها شوكت ده مش مكفيه واكل حقها بوصيته عليها، عاوز كمان يستولى على البيت اللي ورثاه عن أبوها، وبيدعي إنه بيته اشتراه من أبوها، وطلع له بحجة إن البيت كبير علينا، وإنه لقى شقة الأحلام قريبة من الجامعة، والسي شاهين صمم إنه يمشي في القضية اللي رفعها ضد شوكت. شوكت ده كذاب، وستين كذاب. عندك حق يا أحلام يا بنتي، عندك حق تستغربي إزاي يكون فيه عم بالشكل ده. احمدي ربنا يا بنتي اللي جدك شاهين واقف جنبك. شوفي فرحان إزاي لما قلتيله على رحلة القناطر. أنا آسف يا إخوانا لكن الحق مش علي. خلاص يا سيدي انتهينا، لا عليك ولا علي، هادي احنا طلعنا البر. أنا آسف يا أحلام. وحتتأسف لي أنا ليه؟ اتأسف لسعدية اللي كنت حطير عينها بالمقداس. أنا آسف يا سعدية لكن أخوكي هو اللي قلبها غم. خلاص بقى يا أخي ما تخلينيش أكتر في الكلام وتلم أحسن. إيه أنت بتهددني يعني ولا إيه؟ بس يا أحمد على كل حال كانت مغامرة لطيفة كده ولا لا يا أحلام؟ اسمعوا النبي تعالوا نتمشى لوحدينا بعيد عنهم شوية. عايزين ننط الحبل. ايه انت اتسخطتي ليه؟ انا معايا حبل في الشنطة، نيجي ننط الحبل. انا ولع بعقلة متوازين واتسلق الاشجار ونط الحواجز كمان. ايه يا ابني ده انت عمال تعرض مواهبك من الصبح ليه؟ بكره تشوفني لما المواهب دي تطلع بصحيح على المسرح. سعدية حافظت الدور بتاعك؟ إلا كان حضرتك ما بتحضرش البروفات هحفظ مع مين؟ صحيح ناوية تمثلي في فرقة الكلية يا سعدية؟ وليه لا؟ شكلي وحش؟ ولا في مني بنضارات؟ والله يا بني الدور عاوز واحدة بنضارات ويبان عليها عبيطة كده. إيه ولا عبيطة؟ أنت ما فهمتش الدور. أنتوا بتتكلموا عن رواية إيه؟ الرواية اللي هنمثلها على مسرح الأوبرا وهناخد بيها الكاس. يبقى تعالى شوف المواهب بصحيح يا أستاذ. انا البطل بتاع المسرحيه، ولو ان البطل هو العبقري لكن انا اللي بظهر دايما على المسرح. احلام قريت المسرحيه؟ ايوه قريناها سوا، واحلام معجبه بيها ونفسها تمثل معانا بس مكسوفه. مكسوفه؟ هي وقفه المسرح بتكسب في الحقيقه، انما ممكن الواحد ياخد عليها ببساطه يعني. تكونش ناوي تطلع ممثل وحكايه الكليه دي واخدها هزار؟ برافو برافو برافو. انت يا ابني اللي فاهمني وشرفك، كفك على كده كفك. على فكره يا جماعه احنا عملنا شله لوحدينا ونعزلنا تمام عن بقيه الرحله. عاوزين جول، حد يلعب جول؟ ها خلينا كمان واحد من دهلك اهو. تيجي تلعب جول؟ ايوه والله صحيح ده بيشاور عليا. ما ترد علينا. انا يا ابني ما العبش غير كابتن. عاوزين كابتن، انا مستعد. اهو ما ردش عليك ومشي، مش عايزين كابتن. اما احلام صارت عليا بشكل واحد في المركب وهي خايفه لا تغرق. ايه لا يا شيخ، وايه معنى احلام صابت عليه؟ اصلها ما بتعرفش تعوم، انما انت بقى يا ستي بطله سباحه انا عارفك. انا اتعلمت العوم وانا عندي 12 سنه وكان احمد اكبر مني ولا يعرفش يعوم. الدكتور احمد طول عمره عايم في بحر الفلسفه والفكر، مستغني عن عوم البحر ولا ايه يا ابو حميد؟ ما تتعدي لي كده يعني، تقعد كويس وتكلمني يا راجل. انا الحقيقه عاوز اغمض عينيا شويه
يمكن انام لي كده ولو ربع ساعه على الحشيش الجميل ده. لا لا قوم نط الحبل، قوم يا احلام. يلا يا كمال، الحبل معايا في الشنطه اهو. يلا ايوه هات وريني الحبل وريني. ايه ده حبل غسيل معتبر والله. تصوري يا احلام، بصي تصوري انه مبلول. انت كنت بتنشري عليه الصبح ولا ايه؟ هو احنا عيال هننط الحبل ولا ايه؟ طبعا عيال، ايه غير رجلينا هي اللي شايلانا يعني. يلا ايه 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 انتوا جننتوا جننتوا انتوا حبل ايه اللي هتنطوه ده؟ الله ايه الجنان ده؟ ايه يا عيال ده يا عيال؟ كلم واحد بين دالك اهو بيقول لك عاوزين رف، روح بوظها لهم وفركش لهم اللعبه. تعال يا سعديه هنا، بلاش كلام فارغ، بلاش دلع، تعال نط الحبل. ايه صغيره؟ صغيره ما نطش حبل ليه؟ ثم ندي رياضه. احنا لازم نخليه ينط الحبل هو راخ. تعال يا احمد اتنطط لك شويه يا اخي، خلي عضلات رجليك تتفك لا تتكسح بعدين. قوم يا انا ما نطش حبل. لو كنت خايف للنضاره تقع تتكسر شيلها في جيبك. ايوه يلا انت ابن حلال. كانت رحله ممتعه والله رغم كل اللي حصل. مع السلامه. مع السلامه يا احلام. مع السلامه يا احلام، نشوفك بكره في الكليه ان شاء الله. ان شاء الله، مع السلامه. حلو قوي، نشوفك بكره في الكليه دي. انت خلاص هتنتظم في الكليه يا كمال؟ ينتظم بعد المحاضرات ما خلصت، ده فاضل على الامتحان شهر. انا هنتظم في المحاضرات وهنجح في الامتحان غصب عنك. تصبح على خير. مع السلامه. مين اللي في المكتبه مع جد يا دادا فاطمه؟ ده الاستاذ المحامي، طلع يا بنتي معرفه. قريبنا؟ لا من البلد، طلع عارف الشيخ الكبير وعارف العزبه وعارف ارضكم كلها، مولود في كفر الشهداء. والشيخ كان له ارض هناك، عمك اللي ورثها طلعت من نصيبه. طب النبي يا دادا تناوليني فوطه نظيفه من الدولاب. حاضر. شوفي من رقته جايب ايه؟ صحبه ورد. هو مين ده؟ الاستاذ المحامي، اسمه سي مصطفى، من عيله في كفر الشهداء، انا عارفاهم. ابوه راجل طيب، كان فتح دكان خردوات في البلد، ياما اشتريت منه وانا صغيره، وعلم ابنه وخد الشهاده الكبيره قوي، واسم الله بقى محامي وفتح مكتب. يحكي لك عنه سي شاهين حاجه ايه مفيش بعد كده، ويطل على الميدان. وايه المناسبه انه جاي يزورنا في البيت؟ يا فاطمه سي شاهين بينده. الفوطه هي ست الحسن. نعمين يا سي شاهين. قولي الأحلام تيجي تسلم على الأستاذ مصطفى. أظن يا سيدي عاوز أتغير هدوم الرحلة. بعد ما تخلص خليها تيجي تسلم. الأستاذ مصطفى كان صديق المرحوم والدها الدكتور زينهم، وهو المحامي بتاعها النهاردة، ولازم تقابله. أقول لها يا سيدي حاضر. وبعد شوية بيقدم لنا الفاكهة. حاضر. فرصة طيبة قوي يا أستاذ مصطفى، أنست وشرفت. الله يحفظك، أنا سعيد جدا بالزيارة دي الحقيقة. إحنا أسعد. أظن دي بنته اللي واقفة جنبه في الصورة الكبيرة دي. أيوة أحلام، دي صورة من زمان. دلوقتي بقت شابة في كلية الأدب في سنة تانية. يا سلام. أمال عروسة عندها 19 سنة وأنا عندي 32 سنة. أظن حضرتك مش متجوز. لا والله لسه، إنما يعني النية موجودة. ربنا يوفقك. وأظن أحلام هي الوريثة الوحيدة. الدكتور زينهم ما خلفش غيرها. خلف بنت تانية إنما ماتت صغيرة. يا سلام على اللي يتأمل في الدنيا دي، يلاقيها ما تستاهلش كل اللي بيتعمل علشانها. فعلا الناس حتاكل بعضها وحوش في غابة. فيه أكتر من حكاية شوكت وعمايله في بنت أخوه. حضرتك مش عايز شوكت ياكل أحلام؟ طبعا هي دي القضية وإحنا ماشيين فيها. المستندات الجديدة اللي سيادتك جبتها لي دلوقتي بتأكد إن البيت الكبير من نصيب الدكتور زينهم، هو والسبعين فدان. لكن الدكتور زينهم باع كتير من أرض، في حاجات بعقد ابتدائي ولسه ناقصه التسجيل. مش يمكن البيت الكبير كده كمان؟ هو معقول البيت الكبير كله يتباع ب 2500 جنيه؟ 2000 عند التوقيع و500 عند التسجيل؟ مش معقول طبعا، ده يسواله على الاقل 10000 جنيه واكتر. ده الحوش بتاعه لوحده ربع فدان. اتفضل معايا، اتفضل اوريك. يا فاطمه. فاطمة. أيوة يا سيدي. دي الدادة بتاعت أحلام وفي مرتبة والدتها. يا ستي فاطمة. ايوه يا سيدي، الفاكهه اهي. فين احلام؟
ست أحلام غيرت هدومها ومسكت لها كتاب. هي قاعدة في أوضتها؟ لا، خدت الروب على كتفها وقاعدة في الفرندا الكبيرة. الفاكهة هي سيدي. طيب هاتيها سيدي. أستأذن أنا بقى. مش معقول يا أستاذ مصطفى أنت لحقت تقعد؟ الحقيقة أنا مرتبط بموعد في المكتب ويدوبك. النهاردة أجازة هو في مكتب؟ وإحنا عندنا أجازات. الله يكون في العون. طيب اتفضل الفاكهة، صباع موز بس. مرسي أو كتر خيرك، ألف شكر. أنا بقول إيه يعني، أنا لازم أمشي. على راحتك. ومرة تانية إن شاء الله بقى نبقى نشوف الست الصغيرة، ست أحلام. أنا أعرف أحلام دي وهي عندها كده يعني 10 سنين. اتفضل يا فندم. الله، دي أحلام أهي. أهلا وسهلا. رجعتي إمتى يا أحلام؟ لسه راجعة من شوية. الأستاذ مصطفى كان صديق المرحوم يا أحلام. أنا كنت تلميذه كمان الله يرحمه، ده كان أستاذ عظيم. أهلا وسهلا. تشرفنا يا فندم. أنا شفت حضرتك قبل كده يعني بس من سنين. دلوقتي بقت في الكلية وسنة والتانية تاخد اللصانص وتبقى الأستاذة ست الحسن. أظن ما تفتكرنيش. الحقيقة أنا أسفة. لا لا أبدا، ولا أسف ولا حاجة، دي فرصة طيبة قوي على كل حال. أستأذن. مع السلامة. الله يسلم. وعنده عربية وحاجة قبها. صغير يا ست الحسن، مش كبير، شكله عامل زي الممثلين. وكله ذوق ورقة حتى باين من كلامه. قال لك ايه يا سي شاهين؟ وقلت له ايه؟ احكي لنا. صبرك عليا، انا يعجبني فيه شخصيته القوية وهدوء وتفكيره المتزن، وانه كثير الشك. الشك اول مراتب اليقين زي ما بيقولوا. ست الحسن بتقول عليه زي الممثلين. وده في صفه ولا ضده؟ والله يا جدي لا في صفه ولا ضده. إيه؟ هو الحق طلعته حلوة، ومش عارفة قلبي انشرح له ليه من ساعة ما شفته. قال لك ايه والنبي يا سي شاهين؟ وقلت له ايه؟ قال لك ايه عن البيت الكبير؟ انا بقول يا جدي، حتى لو كان عمي اشترى البيت من بابا ودفع له الفلوس، انا مستعدة ياخد اللي دفعه من الفلوس اللي في خزينة المحكمة ونفضل قاعدين هنا. هو ما فيش غيره الأستاذ مصطفى، والنبي ما في غيره يا سي شاهين. يا رب حقق لي اللي في بالي. يا رب اللي في بالك في بالي يا فاطمة، وإن شاء الله يتحقق. إيه هو اللي في بالكو ده؟ بكرة تعرفي يا حبيبتي. عزيزي المستمع، إلى اللقاء غدا مع الحلقة التالية من مسلسلة ست الحسن التي يكتبها عبد القادر التلمساني ويخرجها لكم علي محمود.